صباح الخير مشاهدينا. بعدنا مكفيين مع برج العذراء لهذا الشهر، واليوم رح خبركن عن علاقة برج العذراء ببرج الجوزاء. برج العذراء والجوزاء اثنيناتهم بيتمتعوا بحب المعرفة وبفضول حاد عن الحياة وعن هالعالم. بيحبوا الكتابة، الحديث والقراءة، كل المواضيع يلي بتتطلب نشاط ذهني. بينزعج برج الجوزاء من غيرة برج العذراء ومن حبه للسيطرة على كل الأمور، الأمر يلي ممكن يخلق لهم مشاكل بس بحلوها بسرعة. أحد أهم أسباب نجاح هالعلاقة احترام كل واحد منهم على الآخر وحبه وسعيه للمعرفة ولمساعدة العالم. بكرة رح خبركن عن علاقة برج العذراء ببرج السرطان، وهلأ بلش توقعات أبراج 12 مع برج الحمل. وصلت لطريق مسدود، ما عم بتحقق تقدم بأي أمر، وأنت على وشك الاستسلام. اعتبر هالفترة اختبار لقوة إرادتك وعدل خططك هتقدر تتخلص من هالمشاكل، ورح تلاقي الطاقة اللازمة للاستمرار بغض النظر عن العقبات. برج الثور حماسك بيساعدك على العمل بنجاح، بتعد عن الأنانية والعمل الفردي. بتقدر اليوم تظهر قوتك وتميزك وثقتك بحالك بتكبر. عاطفياً، عدائيتك وكلامك القاسي عم ينزعوا علاقتك، ففكر منيح بكل كلمة بتقولها. برج الجوزاء اليوم بتساعدك صراحتك على التعامل مع المواقف الصعبة بحياتك المهنية. بتتلقى دعم ما كنت متوقعه، وحاول تبني عليها أقرب مع رؤسائك. من الناحية العاطفية، أنت مستعد تواجه كل التحديات تتبقى مع الشريك. من كف أبراجنا مع برج السرطان، كل شيء سهل بالوقت الحالي وانت بتستمتع بالأمور يلي عم بتقوم فيها. ما تستغرب اليوم من بعض الأشخاص يلي رح يتقربوا منك ويشاركوك أفكارهم. وابتعد عن الغرور وما تخلي نجاحك وتميزك بعدوك عن شريكك. برج الأسد، انت اليوم متفق مع حالك بشكل كامل وبتشعر بالراحة التامة بعملك وبحياتك الشخصية كمان. حاول تحافظ على هدوءك الداخلي واستعد لمواجهة بعض الضغوط بالأيام اللي جاية. برج العذراء، المصاعب عم تنحل بسبب إصرارك من بعد ما واجهت العديد من العراقيل وكان الكل عم بيشتغل ضدك. المشاكل عم تنتهي وهالوضع رح يستمر للأيام اللي جاية. عاطفياً، علاقتك بالشريك عم بتبعدك عن أصدقائك وما عم تترك لك وقت تقضي معهم. برج الميزان، تخطيط المنيح هو مفتاحك لتنفيذ الأهداف يلي لطالما حلمت فيها. فخذ وقتك بالتخطيط وبتنظيم أعمالك والتفكير بكل خطوة بدك تقوم فيها تتحقق النجاح يلي بدك إياه. من الناحية العاطفية، بترجع الأمور لطبيعتها بعلاقتك مع الشريك. برج العقرب، عم بتقدم أفضل ما عندك تتكون مشاريعك ناجحة. ما تقلل من جهودك واستفيد من كل دقيقة من نهارك. قريباً رح تحصل على مكافأة على أعمالك. عاطفياً، بيحصل بعض التغيير بتصرفات الشريك سببه الغيرة. من كفة أبراجنا مع برج القوس، بتحاول تفهم بعض الأمور يلي مبينة غامضة اليوم بالعمل ما بتلاقي لها التفسير المطلوب. تعاون مع زملائك لتتخلص من الغموض يلي ممكن يأثر سلباً على عملك بالأيام يلي جاية. برج الجدي، مهما ضغط عليك أحد الأشخاص لدفعك صوب التهور، لازم تصمت وتوضح كل الأمور أمامك. العصبية الزايدة بتضرك، فابحث عن الهدوء. عاطفياً، ما تنفذ كل طلبات الشريك لأن هالأمر بيخلق عنده بعض الأنانية. برج الدلو، اليوم نهار مليء بالنجاحات، حضورك مميز وطلتك رائعة، كل اللي بتطلبه بيتحقق وأبواب كتيرة بتنفتح لك. يوم مناسب تقوم بمبادرات ومشاريع جديدة بيكون عندها تأثير إيجابي على المدى البعيد. برج الحوت، عزز علاقاتك الشخصية والمهنية اليوم وابتعد عن الأشخاص الغامضين أو يلي ما عم تقدر تحدد موقعهم منك بدقة. ما تخالف الإرشادات وما تترك عملك ناقص تما تتعرض للمحاسبة. عاطفياً، علاقتك بالشريك متوترة والخلافات عم بتزيد. بالنسبة لمولود اليوم، فهو صامت وهادئ وبحب العزلة، روتيني وما بحب التغيير والتجديد، طموح كتير وبيبحث دايما عن الكمال، علاقاته الاجتماعية طويلة وبيكره الصداقات العابرة، صبور، كلامه موزون وبيوثق بحاله كتير، بيكره الغش والخداع والكذب. من مواليد اليوم ممثل أمريكي تشارلي تشين. ولد تشارلي عام 1965 بالولايات المتحدة الأمريكية،
وانشهر من خلال التمثيل بعدة أفلام منهم وول ستريت عام 1987 وهوت شوتس عام 1991، ونعرف من خلال مسلسل تلفزيوني سبين سيتي يلي حصل من خلال دوره فيه على جائزة الجولدن جلوب. هيدا كان كل شيء لليوم مشاهدينا، بريك صغير ومنكفي من بعده ام تي في لايف مع فاميلي.